في العدسات الملونة تمام. المتاحة في مركز تركي. العدسات الملونة يعني هي بحر كبير من الألوان والتفاصيل. ده ميزة على فكرة، مش هي دي حاجة، هي حاجة حلوة ومحيرة للسيدات والبنات. تمام. يعني حاجة حلوة ومحيرة في نفس الوقت. حلوة عشان بتديني نوع من التنوع والاختلاف. أنا واحدة بحب التغيير، فأقدر ألبس مثلا لون قوي، لون مختلف خالص عن لون عيني أو كده. في حد، وده يعني شريحة كبيرة بتميل لهذه الجزئية، للألوان الطبيعية. يعني أنا عايزة ألبس لون طبيعي. ده انتشر جدا في آخر مثلا تقريبا 2015، بدأت معظم ماركات العدسات تنزل ألوان من العسلي، أول درجات العسلي لآخر درجات البني، مع إنها طب ما دي قريبة لدرجات الألوان العيون طبيعيه على الاقل في الشرق الاوسط يعني. فطيب ليه الالوان دي نزلت؟ لان الناس عايزه تلبس عدسه فيها لون مختلف بسيط عن عيني، تدي ضي بسيط في عيني. طيب انا من خبير التسويق، بس خدت خبره عن ده ازاي؟ اولا انا حد بيلبس عدسات من عمر، والى جانب كمان ان انا نظري ضعيف، فانا مستخدمه لعدسات نظر ملونه اللي هي الملون بالظبط. بيبقى متوفر منها باور فهي كمان. بصراحه محققلي حاجه. يعني انا جزء من شغلي مثلا عادي بلبس النضاره، ممكن البس عدسات شفافه، ممكن البس عدسات ملونه. تمام. متهيالي ان اي حد المفروض، انا يعني كسيده او كبنت، ان انا ادي نفسي فرصه ان انا اشوف نفسي في كذا حاجه مختلفه. يعني انا ما بقولش لا على النضاره واه على العدسه، او على العدسه ولا على النضاره. لا، في اوقات هتبقي بتحتاجي تريحي عينيكي وتلبسي شويه مثلا النضاره. هي الميزه كمان في العدسه نفسها، ان هي بتدي في الباور بالذات بتدي مجال رؤيه اوسع شويه ده حقيقي عن النضاره، وكمان بتفيد في الرياضه. يعني الرياضه بتختلف شويه، النضاره عن العدسه بتبقى فيها اريحيه. ده حقيقي. واحيانا برضو الحته التجميليه للانثى، ان هي بتبقى ساعات عايزه، لا طب حتى اللي بيلبسوا شفاف، النضاره شكلها مكبراني شويه، لا انا شكلي فيها غريب، لا خليها للشغل والمذاكره. فالعدسات بقى بتحل محل الموضوع ده، وتدرجات الالوان اللي نزلت، الاشكال المختلفه. كل ما السوق بيكبر وكل ما الماركات بتنزل اشكال، وسواء مثلا دايمترز مختلفه، محدده مش محدده، درجات الوان مختلفه، ده بيوسع علينا زي ما قلت لحضرتك ميزه وعيب، بيوسع الاختيار، بس بيعمل حيره عندنا. اللي بيحكم الحيره دي هو فن اختيار العدسه. مين اللي بيتحكم بقى في الحته دي؟ سواء فريق العمل البصري الموجود في المقر، او الفريق المدرب عن طريق السوشيال ميديا. تمام. انا دلوقتي عايزه اخش اشتري عدسه سواء من المقر او على السوشيال ميديا، محتاجه حد يساعدني، محتاجه حد يقول لي اه انت عينك متناسب معاها شكل عدسه كذا، انت بتحبي الوان كذا، لون بشرتك ممكن تلبسي عليه كذا او كذا، لا حجم عينك العدسه دي ممكن تخلي عينيكي مثلا جحظه شويه. انا محتاجه حد ناصح ليا او مساعد ليا في اتخاذ القرار. ده متوفر من خلال المقر في مركز التركي، ومن خلال فريق العمل برضو على مركز التركي على صفحات السوشيال ميديا بتاعته. هي ميزة حلوة.